الاتحاد الزمالك مش هيكمل هذه البطوله، مش هيكمل المسابقه في ظل وجود اتحاد الكوره وفي ظل وجود هذا التحكيم. اعتقد الامور كلها كانت واضحه ان فيه تحدي رجع مصر جامد، وفيه يعني بعيد على نادي الزمالك من بدايه الموسم. فبناء على هذا الكلام خلاص على مصر الشوط الثاني مفتوح، لا في لقاءات ولا في مؤتمر صحفي ولا في حتى هنكمل بطوله الدوري في ظل وجود اتحاد الكره الحالي. يعني ده قرار من سياده المستشار وتم ابلاغه للجهاز الفني بكلام مستر نبوشة. كنت شايف مستر نبوشة معترض شويه على الموضوع ان هو ما يطلعش في الاعلام، يعني الموضوع هيتعمل معترض وكان لسه مركز. رجع مصر جات له التعليمات خلاص الراجل التزم بيها، خلاص ما فيش تعامل، ما فيش اي لقاءات موجوده ومش هيكمل بطوله الدوري في ظل التحدي اللي احنا شايفينه.